السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده نشوف لو عايزين نعمل opening في العمود. أول حاجة ممكن أعملها إن أنا هاجي هنا وآخد section، أقول له section مثلا من هنا لهنا، وأخلي السكشن الحتة ديت وأقول له go to view، فجاب لي العمود أهوت. طيب هاجي هنا من architecture وهقول له opening by face، وروح مختار الفيس بتاعي اللي انا عايز ارسم عليه. طيب لو انا جيت هنا ورسمت مثلا خط كده خط كده خط كده خط كده وقلت له هو ده الفتحة اللي انا عايزها، هيرفض، لازم في شكل مغلق. طيب لو انا قفلت الشكل اهوت وعملت opening تاني هنا بالشكل دوت وقلت له موافق، هيرفض. ليه؟ لازم فتحة. طب لو انا عايز فتحتين اعمل ديت ولما اخلص اعمل التانية، يعني خلينا نلغي ديت واقول له موافق. هتلاقي السكشن اتعمل اهوت الاوبننج، وهقول له انا هشوفها في 3D، فهتلاقي اهيت الاوبننج في 3D. طيب ارجع تاني واقول له برضو باي فيس، واقول له عايز بالشكل دوت هنا اوبننج تانية، واقول له موافق، هيبقى عندي الاتنين اوبننج بالشكل دوت. واقدر اتحكم في المقاسات بتاعه، يعني اقدر اجي دلوقتي هنا وانا بعمل الاوبننج اقول له ايديت سكتش واعمل سيلكت لدوت واقول له ده خلي ده 500، واقول له ده خليه 400، وممكن اعمل سيلكت مثلا على الدايمنشن اهوت تمام، واقول له ايديت واعمل هنا وهنا اهوت واغير المقاس دوت، بحيث ان انت تقدر تتحكم فيه، تبقى عارف مثلا ده 35 ده 400 زي ما انت عايز. ممكن تخليهم الثلاثة قد بعض ايكوال بالشكل دوت، تقول له موافق فيعمله لك اتنين اوبننج بالشكل دوت.